بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في هذا اليوم مشاركة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى للدورة العلمية، فنرحب بشيخنا حفظه الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضل الحج عظيم وثوابه جزيل، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يلاقيه الحاج من المشقة والسفر والتنقلات، فهو من الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله ركنا من أركان الإسلام الخمسة. الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة من أفضل النوافل والقربات والطاعات. فالحج فضله عظيم إلى بيت الله الحرام، يكفر الله به الذنوب ويغفر به الخطايا ويعظم به الأجور. والحج كما هو معلوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن رحمة الله أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع، المستطيع بدنيا يعني يباشر الحج بنفسه، أو المستطيع ماليا إذا لم يستطع بنفسه لكنه مستطيع بماله، فإنه ينيب من يحج عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. الحج تدخله النيابة، لأنه عمل مكون من بدني ومن مالي، فتدخله النيابة كما في هذا الحديث. فمن استطاع بدنيا وماليا فإنه يباشر الحج بنفسه، ومن استطاع الحج ماليا ولم يستطعه بدنيا فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، وهو من أفضل أنواع التطوع. يتعين على من يريد الحج أن يعرف أحكام الحج ويتعلمها ويتفقه فيها ليؤدي حجه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تحجون وكيف تعتمرون، لأنه القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا المسلم في كل عبادة يجب عليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكما قال: خذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي ممن يريد الحج أن يتفقه فيه بأن يقرأ صفة الحج وأحكامه من الكتب المؤلفة في ذلك، فمنها مختصرات ومنها
مطولات فيقرأ ويسأل عما أشكل عليه. إذا كان لا يقرأ فإنه يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان فيهم من العلماء أو من طلبة العلم من يصاحبهم فهذا أفضل وأتم، ليؤدوا حجهم وعمرتهم على بصيرة وموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يجتهد في ذلك بأن يقرأ قبل أن يباشر الحج، يقرأ في الكتب المختصرة الموثوقة والكتب المطولة إذا كان عنده استعداد لذلك. وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم ليبينوا له ما أشكل عليه ولا يبقى في جهله. فالحج عبادة، والعبادة لا بد أن تؤدى على الوجه المشروع، ويتوفر فيها شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولن تتمكن من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت وقرأت وسألت أهل العلم حتى تكون على بصيرة في مناسك حجك وعمرتك، وتؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله في ذلك. هذا هو السبيل الصحيح من يريد الحج أو العمرة. وعليه اختيار الرفقة الصالحة، وعليه أن يتزود للحج لئلا يبقى حالة على غيره. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا الزاد للسفر لئلا تحتاجوا إلى الناس. فالذي ليس عنده زاد ولا مال ليس عليه حج، لأن الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدنيا وماليا فإنه يحج مباشرة بنفسه، ومن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا وكان ذا مرض مزمن أو هرم فإنه يقيم من يحج عنه بالنيابة. وكل عمل من الأعمال الصالحة وكل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة، يعني اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم على هذا الكلام إن كنتم صادقين. والكلام الذي ليس له دليل، الكلام في أحكام الشريعة بدون دليل، هذا غير مقبول وهو مردود على صاحبه. يدخل الجنة من اتصف بصفتين: أسلم وجهه لله، يعني أخلص العمل لله عز وجل، فلا يكون في عمله رياء ولا سمعة ولا قصد لطمع الدنيا، وإنما يؤدي العمل عمل العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو للذي أشرك. فالله بريء من عمل فيه شرك، يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدع ولا محدثات ولا عمل لم يرد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويتضمن الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الشرط الأول، أسلم وجهه لله، يعني أخلص النية لله عز وجل والقصد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الشرطين لا يقبل العمل مهما كان ومهما أتعب نفسه فيه، فلا يقبل عمل المشرك ولا يقبل عمل المبتدع، كلاهما مرفوض ومردود عند الله سبحانه وتعالى في الحج وفي غيره. فعلى المسلم أن يعرف هذا لئلا يكون إمعة مع الناس بدون بصيرة وبدون علم. لا بد أن يكون عمله خالصا لوجه الله وصوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن، فالعبرة بالأحسن. والأحسن هو ما توفر فيه الشرطان المذكوران، أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحج من مكفرات الذنوب، يكفر الله به الخطايا. فمن حج وهو مخلص لله في حجه، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه، فإن الله يكفر بحجه ذنوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج يكفر الذنوب ويمحو الله به الخطايا لما فيه من الفضائل العظيمة من تعب البدن وإنفاق المال والصبر على المشقة في سفر الحج ومناسك الحج. كل هذه عبادات عظيمة يكفر الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو المقبول الذي قبله الله سبحانه وتعالى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مكفرة عنه خطاياه بحجه. وهذا فضل عظيم، ثواب جزيل. واليوم والحمد لله الحج متيسر لما يسر الله من وسائل النقل السريعة والمريحة، ولما وفر الله من الأمن في طريق الحج وفي المشاعر. الحج ميسر وسهل ولله الحمد، وأجره عظيم وثوابه جزيل. فينبغي للمسلم أن يكثر من الحج بعد أداء الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمسلم يحرص على تقديم العمل الصالح من حج وغيره ما دام على قيد الحياة وهو متمكن من فعل العبادات، والحياة لا يطمع فيها وطول العمر لا يطمع فيها إلا لأجل العمل الصالح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة الآن قد تيسرتا لكل مسلم من قريب ومن بعيد، فالفرصة سانحة والوقت مناسب والحمد لله.
فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الثواب العظيم وهذه الفرصة العظيمة التي هيأها الله له. فإن الأجر عظيم والكلفة يسيرة والحياة قصيرة، فعلى المسلم أن يبادر وأن يخلص النية لله عز وجل، وأن يكون زاده من الحلال الطيب، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه أمور يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها. وكل العبادات والحمد لله كلها ميسرة لمن يسرها الله له، والإنسان ليس له إلا ما عمل في هذا العمر من خير أو شر، فعليه أن يبادر ما دام على قيد الحياة وما دامت الفرصة ممكنة، فإن الأجل قريب وإن الموعد قريب مع الله سبحانه. والله جل وعلا تكفل أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل سوءا يجزى به. فعلى المسلم أن ينتهز فرصة عمره التي أعطاها الله له وأمهله فيها. يجب على الحاج والمعتمر أن يؤدي حجه وعمرته ابتغاء وجه الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ربه عز وجل ويجله، لأنه عظيم وهو أكبر من كل شيء، وهو عليم بما نفعل وما ننوي وما نقصد، عليم بذات الصدور. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، إذا كان الحسنة مثقال ذرة يضاعفها الله أضعافا كثيرة، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله يضاعف إلى 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالخير كثير والحمد لله، ولكن يحتاج إلى احتساب وإلى مبادرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا وسارعوا، لأن الفرصة تنتهي والأجل ينتهي. فعلى المسلم ما دام متمكنا أن يبادر ويكثر من طاعة الله عز وجل لتكون زادا له عند الله. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي الزاد عند الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى المسلم ألا يحرم نفسه من الفرص المتاحة له في العمل الصالح، لأنها لا تدوم، ولأنه لا يدري هل يعيش بعدها أو لا يعيش. فعليه أن يبادر ما مكنه الله سبحانه وتعالى، بل يحسن العمل ويتقنه ويخلصه لله عز وجل. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: من أسلم وجهه لله. هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. والعمل وإن كان قليلا إذا كان صالحا فإن الله يبارك فيه، فيبارك في مثقال الذرة ويجعله أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة، يعني تكن هذه الذرة حسنة
يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففضل الله واسع، ولكن الإنسان هو الذي يضيع نفسه ويضيع وقته ويضيع فرصته، حتى إذا نزل به الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه كلمة يقولها كل من حضره الموت من مؤمن وكافر. فالمؤمن يندم لا يكون ازداد من الحسنات، والكافر يندم لا يكون تاب إلى الله عز وجل. المحرم إذا عقد الإحرام فإنه يستحب له أن يلبي وأن يشتغل بالتلبية، لفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام لما أذن في الناس بالحج بأمر الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لدعوة الخليل ولأذان الخليل، ولهذا يقول لبيك. فالتلبية شعار المحرم، ومعنى التلبية الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوة خليلك إقامة بعد إقامة. لا شريك لك، كانوا في الجاهلية يلبون ولكنهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية الجاهلية. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك لا شريك لك، أخلص التلبية لله عز وجل لا شريك له فيها، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف كرر لا شريك لك للتأكيد على أنه يجب على الملبي أن يخلص نيته لله عز وجل، ويكرر هذا. فالتلبية هي شعار المحرم من حين ينوي الإحرام حتى ينتهي من الإحرام. فإن كان محرما بعمرة فإنه يلبي حتى يشرع في طواف العمرة، حتى يشرع في طواف العمرة. وإن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه أيضا يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، وكذلك القارن يلبي حتى يشرع في طواف القدوم. كل هذه أمور يجب على الحاج أن يتفطن لها، ولكن يلبي بين الحين والآخر، بين الفترة والأخرى، ليس من لازم أن يشتغل بالتلبية دائما ولا يقطعها أبدا، لا، لكن من فترة إلى فترة ويكثر من التلبية، وخصوصا إذا أقبل الليل أو أقبل النهار أو التقى بالحجاج والمعتمرين أو على مرتفعا أو منخفضا، فإنه يلبي ويكثر من التلبية لله عز وجل، لأنه مقبل على الله مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. فالتلبية هي شعار المحرم. الله جل وعلا فرض الحج وشرعه لعباده ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج فيه منافع كثيرة دينية ودنيوية، فمن منافع الحج وأعظمها أن الله يكفر به الذنوب، وأنه يؤدي به الواجب عليه من فرض الحج، ويحصل على ثواب الله الذي لا يعلمه إلا الله. هذا أعظم المنافع في الحج. ومن منافع الحج أن الله يكفر به السيئات ويحط به الخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضة. ومن منافع الحج أن الإنسان يصبر على التعب والمشقة فيكون داخلا في المجاهدين في سبيل الله عز وجل. الحج جهاد، إلا أنه لا قتال فيه كما جاء في الحديث. والجهاد معلوم فضله وثوابه عند الله عز وجل. والحج فيه تعارف بين المسلمين، يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها، ويتصل بعضهم ببعض، ويتعلم بعضهم من بعض، ويتعارفون ويتآلفون، ويفرح المسلم بإخوانه، ويعلم أن له إخوانا كثيرين إذا رآهم في الحج، فإنه يفرح بذلك ويسر بإخوانه المسلمين من كل قطر ومن كل فج عميق. توك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج فيه منافع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها الطواف بالبيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فيراه ويطوف به ويحصل على هذه الأجور العظيمة في مشاعر الحج ومناسك الحج. هذه منافع عظيمة، تفقه في دين الله إذا التقى بالعلماء، وكذلك يخشع قلبه إذا التقى بالصالحين ورأى المتعبدين، فإنه يكتسب منهم الخشية لله عز وجل، ويكتسب منهم إصلاح العمل لله عز وجل. وكذلك من منافع الحج الاقتصادية التجارية، فإن الحج فيه منافع، ولا مانع أن الإنسان يتجر في الحج ويبيع ويشتري في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن من الصحابة من كره البيع والشراء في الحج، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأباح سبحانه للتجار في موسم الحج. وهذا من منافع الحج العظيمة، منافع دنيوية ومنافع أخروية ومنافع أخوية، فمنافعه عظيمة ليشهدوا منافع لهم، ولا يحصي هذه المنافع إلا الله. لكن مقل ومستكثر، وكل عمل من الأعمال لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، وهو تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة بحيث تكون نيته وجه الله، لا يقصد من ذلك طمعا من دنيويا، ولا يقصد من ذلك رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. وفي الحديث: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمؤمن يحقق توحيده بإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة، فلا يكون فيها رياء، ولا يكون فيها سمعة، ولا يكون فيها تقرب إلى أحد، لا ميت ولا حي، وإنما تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل العمل الذي داخله شرك أو نية لغير الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه للعبادة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يستدعي من المسلم أن يتعلم
قبل أن يدخل في العمل، يتعلم أحكام هذا العمل وكيف يؤديه وما هي شروطه حتى يكون العمل صحيحا نافعا له ولا يكون تعبا بدون فائدة. فإن الله جل وعلا يقول في حق المشركين: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فقد يتعبون ويضيعون أعمارهم بالعمل لكنه هباء منثور ورماد تطير به الرياح. ليه؟ لأنه فقد الشرطين وحدهما، فلا يكون خالصا لوجه الله أو لا يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي من كل مسلم أن يتعلم العلم النافع الذي يؤدي به العمل على الوجه المشروع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون تعبا بلا فائدة ولا يكون ضائعا يوم القيامة. والعمل إذا كان خالصا ولو كان قليلا فإن الله يقبله وينميه ويضاعفه أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة أثرت 700 حبة مضاعفة من الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ضربه الله جل وعلا، لأنه يضاعف الحسنات كما يضاعف ثمرة هذه الحبة. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان أولا أن يتعلم كيف يؤدي العمل على الوجه المشروع، وثانيا أن يخلص النية والقصد لله عز وجل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.